الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة بسمة الحلويات. وجبت لكم اليوم، جبت لكم مقارونة. أي مقارونة ديروا من أي نوع، أنا درت اليوم النوع هذا، وانتم اختاروا المقارونة اللي تحبوها، اللي يحبوها أولادكم. سهلة وخفيفة وظريفة، نديروها بالبيض. هاد المقارونة واش نحتاج لها؟ نحتاج الأساس تاعها مقارونة، ديري النوع اللي تحبي. انا غليتها هنا في الماء والملح، ومن بعد ما نحيتها من الماء والملح هي سخونه هكاك، خليتها بردت شويه، هي بسخونه هكذا، حطيت لها طريق في زبده وحركتو فيها هكذا، حركت فيها الزبده الداخل تجيك مفرك هكا الحبه وحديها هكذا. واش نحتاج تاني؟ نحتاج زوج حبات حتى ثلاث حبات طماطم، كيعدو خشان زوج، كيعدو ثلاثه حبات هكاك، بصله، طماطم مصبره، قليل من السمن، وثوم، وزيت وملح وفلفل والبيض، بالطبع بيض باه نعقدو تاعنا هادي لاصاص طوماط تاعنا. نروحو لطريقة التحضير، نروحو نبداو لاصاص تاعنا. حطو شوية زيت، حطي شوية زيت في القدر تاعك ولا شوية زيت، حطي شوية سمن منكتروش، هكدا مغرفة صغيرة برك سمن. حطوا معاهم بصلة تاعنا، نزيدوا الثوم تاعنا، حطوا الملح، مكتروش بزاف تجي لاصوص ناشفة متجيش، نقليو البصلة تاعنا هذه، نقليوها مليح. حطوا الطماطم مصبرة مغرفة كبيرة تاع الطماطم، نزيد نقليها مع البصل والثوم هذا مليح. بعد ما تقلات معنا الطماطم تاعنا مليح كيما تلاحظوا، نقليوها مليح مليح هكذا، نزيدو نحطو شوي حمار، طماطم تاع الحبه ديك تحبي تقصيها، تحبي تبرشيها، تحبي تميكسيها، فلفل اسود، نقلي هادو مع بعضهم كامل. بعد ما تقلات معنا شويه هذه لاصوص تاعنا هذه، نزيدو لها شويه ماء، تولا شويه ماء، نخليوها طيبها، نخليوها تطيب لنا الطماطم تاعنا، تجمر شويه طيب الطماطم، ونرجع لكم. بعد ما طابت معنا الطماطم تاعنا كيما تلاحظوا، تحبي تميكسيها، تحبي تخليها كنا نحبها هكا، نخليها هكذا ديما، نخليها هكذا، اللي يحب يميكسيها يميكسيها ويردها في المقله. نحكم البيض تاعي، حط البيض تاعي هكذا، نغطي عليها، نخلي يطيب البيض تاعي شويه، ومن بعد نعتهالكم في صحن التقديم. هاي الوصفه تاعنا جاهزه تاع اليوم، مقارونه بالبيض. نحب نقدم ديما، انا نحب نقدم لكم الوصفات اللي تكون المكونات تاعها موجوده في كل بيت جزائري، باه اي واحد يقدر يجربها ويديرها. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وصفه لذيذه وخفيفه. انا ديما نديرها بسباكيتي، اليوم درتها لكم بهذا النوع تاع المقارونه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله.